We will now hear from the country concerned. So let me give the floor to the distinguished representative of Sudan. Ambassador, you have 5 minutes and you have the floor. Microphone, please. شكرا جزيلا السيد الرئيس. أرجو في مستهل البيان أن أترحم على أرواح كل الذين سقطوا ضحايا المواجهات العسكرية في بلادي منذ تمرد قوات الدعم السريع في 15 من شهر أبريل المنصرم، مع الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل. السيد الرئيس، أبدأ أولا بتوصيف ما يجري في السودان. لقد برز موضوع دعم قوات الدعم السريع في الجيش الوطني وهو القوات المسلحة السودانية كأحد أكبر تحديات الفترة الانتقالية، خاصة بعد توقيع اتفاق جبل السلام في 3 أكتوبر 2020 وانخراط حركات الكفاح المسلح في عمليات الإدماج وفقا لبروتوكول الترتيبات الأمنية ومبدأ الجيش الوطني الواحد كما هو الحال في كل بلدان العالم. لكن للأسف ظل موضوع الإدماج بندا مرحلا إلى أن تجلت الحقيقة في تمرد صارخ في صبيحة 15 من أبريل المنصرم، عندما استيقظت الخرطوم على وقع هجوم عسكري شامل من القوات المتمردة استهدف كل المرافق الاستراتيجية في الخرطوم، القيادة العامة للجيش، بيت الضيافة، مقر إقامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مطار الخرطوم ومقر الإذاعة والتلفزيون. مع ذلك تزامنت هجمات على كل المطارات والمرافق الحيوية في ولايات السودان الأخرى. السيد الرئيس، إن ما يجري في السودان هو شأن داخلي، وما تقوم به القوات المسلحة السودانية هو الواجب الدستوري للجيوش في كل دول العالم. أكرر، إن ما تقوم به القوات المسلحة السودانية هو الواجب الدستوري للجيوش في كل دول العالم. إننا إذ نشكر لهذا المجلس اهتمامه ومتابعته الدؤوبة للتطورات المؤسفة الجارية في السودان، نؤكد في ذات الوقت أن موقفنا من هذه الجلسة الخاصة ومن أي ناتج عنها يستند إلى ما يلي. أولا، ودون ما انتقاص أو مساس بالأولوية المطلقة التي توليها حكومة السودان لحماية وتطوير حقوق الإنسان، إلا أنه وفي ظل هذا الظرف العصيب الذي تشهد فيه العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة وسقوط مستمر للضحايا والجرحى، فإن الأولوية سيد الرئيس، الأولوية الملحة هي تحقيق وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح أولا. وهذا يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جعل الحق في الحياة متقدما على كل الحقوق الأخرى، ثم تأتي بعد ذلك المسارات المهمة الأخرى. ثانيا، هناك جهود إقليمية جارية ومبشرة بإمكانية تحقيق وقف إطلاق النار والهدنة، وقد تابعتم جميعا المفاوضات الجارية الآن بمدينة جدة بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، وقبلها المبادرة الكريمة لهيئة إيجاد التي قررت إيفاض أصحاب الفخامة رؤساء كل من جنوب السودان، جيبوتي، كينيا إلى السودان بهذا الخصوص، وهي مبادرة مدعومة أيضا من الاتحاد الأفريقي والآلية الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة وبريطانيا، وهي أيضا مبادرة مبشرة وتتسق تماما مع مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. لذلك سيد الرئيس، فإن المطلوب هو إفساح المجال وإعطاء الوقت لهذه الجهود الإقليمية الجارية وعدم تجاوزها أو التأثير سلبا عليها. ثالثا، إن موضوع السودان منذ تمرد قوات الدعم السريع في 15 من أبريل المنصرم ما زال قيد النظر لدى مجلس الأمن بوصفه الجهاز القائم على صيانة الأمن والسلم الدوليين، وقد عقد المجلس حتى الآن 3 جلسات بشأن السودان، كان آخرها مشاورات الأمس تحت بند ما يستجد من أعمال، وما زال موضوع السودان قيد النظر والتداول الآن في مجلس الأمن. رابعا، إن السودان مدرج أصلا ضمن أجندة مجلس حقوق الإنسان، وهناك جلسة مقررة مسبقا بشأن السودان في يونيو المقبل ضمن أعمال الدورة العادية 53 بشأن السودان، ويفصلنا
عن شهر يونيو المقبل أقل من 3 أسابيع. إذن فلماذا الاستعجال والاندفاع بعقد جلسة خاصة في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظى بتأييد دولة واحدة من الدول الأفريقية أو العربية التي هي دول الانتماء المباشر للسودان؟ سيد الرئيس، إن حماية حقوق الإنسان وتطويرها ظلت وستبقى في مقدمة أولويات حكومة السودان، وهي بالنسبة لنا أجندة وطنية بالغة الأهمية وليس مجرد مطلوبات تقوم بها الدولة إنفازا لتفويض آليات حقوق الإنسان الدولية. سيد الرئيس، بالنظر إلى آليات حقوق الإنسان الموجودة الآن في السودان، أولا هناك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، وهو المكتب المنشأ بموجب اتفاقية مع حكومة السودان ويحظى بتعاوننا الكامل. إلى الخبير المعين ووحدة حقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتام.